صح أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد، ثلاث مرات. ثم أخذ بيدي علي، رفعه حتى بان بياض إبطيهما للناس، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ولعن من نصب له العداوة والبغضاء.